ده بقى انا واقفه، قال لي اجي انا دار معك وشدني صحه عنقني وبوسني من هناك. قال لي جري اجري اجري بنتك وهرب بيا ودني من هنا حطلع مسرون او غادي هرب بيا. انا بوها شمن قيمه بقات لنا قدام الناس صعب. يعني دابا راه عقدوا لي بنتي وتعقدت انا، ما يبقاليش الا وجابها الداس لا وجابها عباد الله، وبنتي باقا تتقرا في الابتدائي. ما كنتمنى منكم تعطوني حقي من هاد السيده داو، وعطوني حق بنتي اول اللي كنطلب من هاد السيده داو. اسرع وقت كنتمناكم تطلبوا هاد السيده داو حسن ما نمشي نتانا ندير صراعي دي بي. السلام عليكم. حسن انا الاب ديالنا هذا خايف، فهمتي؟ انا البارح كنت خدام في العوامره وحمال، جيت للدار صورت شي بركه هايده، جيت لعند المراه وقلت لها غريبه، بقيت كنضحك مع المراه ديالي عاديه، قلت لها مال؟ قالت لي راه كاين هنايا شي حاجه ديال القران، تجويد ديال القران، وراه ولادك راه تمايا. قلت لها غريبه لا كاين شي حاجه، سير بجيب الدراري بحال رانا جاب الله لا قسم الله. قالت لي صاحبي، قلت لها لا قسم الله. قالت لي تبارك الله بحال انا كنضحك انا والمراه ديالي مع وليداتي، وسولت على العائله بحال هكا وقلت فين هنا، عطيتها هي راه في موضع فلان فلانيه كنا في الجامع كتقرا تصان شويه القران. صلى لهنايا انا صات حاج مول الحانوت، قلت له خاي مرضي عليا شي طر ديال الحليب، شي ثلاثه ديال الكوشات، شي بيضات اللي دوك تنتعشى بهم انايا، والدراري ما بغاوش يتعشاو معايا، عطاهم لي. جا واحد دري وانايا ساكن هنايا ولد الحومه ديالو تاهو يعنقني، قال لي انا ساجي نقول لك واش اللي كاين. قال لي جري اجري اجري بنتك هو هارب بيا ودني من هنايا حاط لها مسعون او غادي هارب بيا. انا بقوت هذيك مع علالي سمعت بالصخره وهوت كنجري من هنايا، تورس كامل حرس ما نكذبش عليك الليل ومن البارح وانا لحد الان ما ناعش. بقيت كنتسارع عليهم من هنا هي من هنا ما صايبتها شي، جينا للدار والعائله هربها من هنا وزعدات الجبانيه ديال الشعبي تكرفص عليها البارح مع ديك التسعود ديال الليل. تسعود نيشان نقول لك تسعود ونص، هاي دار ما فايتهاش العشاء شده. دابا جيب جابوها لي تكرفص عليها من عنقها، بقى شده يبوسها وما خلاش فيها زعما الصراحه الله خايف. ومعاه صاحبه، معاه صاحبه هما جوج بهم. هو شحال في عمره؟ هو في عمره دابا نقول لك 19 عام وعلينا 19 ونص علينا قبل 20 عام. انت دايرك شحال عام؟ 11 عام وما عندهاش كامل، هاي دابا وتجيبها وتسولها بعينك مشيت كنكتب عليه ولا تعدال عليه. بالنسبه لي له هو مضوي السواق العادي يعني. هو عنده سواق ضارب الحبس على السواق، عنده ديال الديور صارع الديور صارع مصيبه هو. قلت له دابا هاد العائله هادي شني دابا النصيب ديالها، شني عطيني المول ديالي. دابا انا بواها شمن قيمه بقات لنا قدام الناس صعب. قلت له انا كنقين نخدم على ولادي، انا كنقين نحرس ما كنصرع، خرج تزوج درت اربعه د الوليدات سهله لي الله، عطاني العقل من عنده خدام اليوم كاري شاري لهم قريضه هنايا حالة ديالها مكرفصه هي. دابا ما يجيبوها لي تال الدار وتشوفها بعينك شدات تكرفص عليها اي بوسه من عنقها ما خلاش بها زعما الصراحه. هضرتي معاها؟ هضرت معاك شنو؟ قالت لي راه تكرفص عليا. قلت لها واش زاد لك ولا هادي؟ قالت لي ما زاد لي ما والو، شدني اي بوسني وادي وخشاني بواحد الطوموبيله بيتني فيها صافي ما سالت ما نقول. انا البارح كنا واقفين تما في الجامع انا وصاحبتي، وهي هو طلعاني تما يا جارني داني صحه التوارث هو داك صاحبي جار داني، قال لي اجي نهضر معاك. مشيت عنده هضرت معاه داني صحه. دابا انا يا واقفه قال لي اجي نهضر معاك، هو شدني صحه عنقني وبوسني من هنا. دابا هو قال لي اجي طلع نطلعوا تما حدا ها هو الجامع واحد الصور تما طلعاني جرني. قال لي يلا معايا وداني معاه. هي هذيك وليت رجعت عاوتاني للدار جالسه تنبكي ومخبته انا والوالده ديالي، بقيت جالسه عاوتاني جالسه تنبكي، ولاو جاو عاوتاني الدراري تيقولوا لي على سلامتك بنتك رجعت. قلت لهم فين هي؟ انا ما شفتش بنتي. قالوا لي راه جابتها اختو ايا وشي عايل خو عاوتاني. مشيت تنجري عاوتاني تندقدق في الدار، تيطلعوا عليا عام نشرجم، قالوا لي ما نفتحولكش الباب. هي هذيك بقيت انا جالسه تنغوت وجالسه تنبكي، الناس تجمعت عيطت للبوليس عاوتاني، قالوا لي احنا جايين. صافي عمو من السطح جالسه تتهضر مو تتقول لي ما نفتحش الباب. تنقول لهم انا واش نتوما مجرمين ولا شنو؟ جات لعندكم العائله اولا جبتوها ديوها للمخزن ولا عيطوا لي؟ ماشي نتوما شديتوها ودخلتوها لداخل وسد الباب. قالت لي حقا جات بوحديتها. قلت لها ما جاتش هي بوحديتها، جابتها بنتك وجابها ولدك، الخوت هما اللي مشاو تلاقاوها.
هي هذيك صافي. ملي بقينا بحال هكاك جاو البوليس دخلت شدينا العائله هبطنا للكوماساريه. هبطنا للكوماساريه عاوتاني خداو لها الاقوال ديالها هي خايفه. خدينا الاقوال ديالها ولينا هبطنا للطبيب ما لقيناش الطبيب باش غادي نقلبوها. هي تتقول لك العائله ما ادانيش كاع خايفه. ولات جات عاوتاني البوليسيه بقات تتهضر معها حيدت لها الشد قالت لها انت ما نعساش في الطوموبيل حيت بايتين في شي طوموبيل. قالت لها انت ما بايتاش في الطوموبيل شعرك ها هو فيه هاد ديال التوارث ديال الزرع. هي هذيك بقات هكاك معها حيدت لها الشد لقات فيها مصاف عنقه تتقول لها قالت لها لا هذاك ما تقولي ما ادانيش ميمكنش ما اداكش. ايوا صافي صافي خرجت انا بحالتي بقاو هما تيهضروا معاها هي. مشينا للطبيب الطبيب ما لقيناهش قالوا لي صافي في الصباح ولي هبطيها ضروري باش نشوفوها. يعني دابا راه عقدوا لي بنتي وتعقدت انا ما يبقاليش الا وجامع الناس لا وجامع عباد الله. وبنتي باقا تتقرا في الابتدائي بنتي باقا قاصر باقا تلميذه باقا تتقرا في الرابع. انا حناها سيدي انا حناها الدم سيدي راه ما عندناش والغالب الله نعم راه رجاله وبنتي فقيره ما عندها شي عاكريه وديور الكرا والغالب الله. انا هاد المسخوط ما عرفنا مني اتصل بينا شد العائله ضربها ضيع عليها السفره بنادم قال كلشي كيصبر ما كاينش اللي يفكها راك حرام اللي يفكوها ولا جروها قالوا لي ديك العائله علاش غادي بيها الناس كتفرج بها وكيمشي كيتفرج ما كاينش اللي يفكها ولا يجرها. ما بقاش عندنا الرجلين ما بقاو عندنا الركابي ما بقاو عندنا الخلع تخلعنا ما حنا فطرنا ما حنا تغدينا ما حنا تعشينا بيت الليل كامل حنا فايقين ونضلين فايقين راه عندنا جابوا الدراري ياكلوا حنا باقي الان باقي هكا والخلع باقي في القلب ديالنا باقي. واش البنت باقي صغيره قصيره وما واحد اخر يتكرفص عليه وعباد الله كلها كتفرج ما كاينش حرام اللي كيشوفوك ولا يجي بنادم يبقى واقف يشوف. انا كنطلب انا من هاد السلطه القضائيه كنطلب من هاد السيده زيد تبقى اسرع وقت اللي سد بنتي تكرفص عليها. انا كنتمنى منكم تعطوني هاد حق من هاد السيده دابا وعطوني حق بنتي اول اللي كنطلب من هاد السيده دابا اسرع وقت كنت منكم طلب من هاد السيده دابا حسن ما نمشي انت انا ندير صراع ايدي فيه وانا كنت باغي ندير صراع ايدي ما نمشيش للسلطه القضائيه ونطلب منهم حقي تاوالي. دابا كنترجى وكنترجى الله سبحانه فيكم كنطلبكم تعطوني حقي وحق بنتي من هاد الناس هادو امي كنطلب الله تسدوا المجرم في اسرع وقت. هذا اللي كنطالب منكم انا الله يرحم الوالدين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.